عبد الرحيم، طيب اللي بيوتها مليانه ترضعها عيالها في وقتها ولا تمسكها؟ والله ما هو في قاعدين دواوير. ها؟ في احد ما عندهم عيال. عيالهم بعيانات. زي هذا تبيع هذا؟ طير هذا؟ ايه. هذا زي امه. لا بيع حاله. هذا عنده اخوه احسن. هذا اللي تشوف لي دواوير كذا صغار يا عبد الرحيم. زي كذا كل شيء. لكن هذا سجل رقم، سجل رقم يا عبد الرحيم. هو انا ما قاعد افهم. سجل سجل رقم.